جهود كبيرة تبذلها المملكة العربية السعودية في تقديم الخدمات الصحية لجرحى الحرب في اليمن. فهنا في مستشفى شرور العام تلقى المئات من جرحى الجيش الوطني رعاية صحية على مدار الخمسة الأعوام الماضية. استمعنا إلى المدير الطبي للمستشفى والذي شرح لنا بلغة الأرقام ما قدمه المستشفى للجرحى طيلة الأعوام الماضية. منذ بداية الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن لحد اليوم استقبل المستشفى 4386 جريح، من ضمن هؤلاء الجرحى حوالي 1413 جريح تم إحالتهم من مستشفى شرورة إلى مستشفيات منطقة نجران. اللي تلقوا العلاج في داخل المستشفى ولله الحمد خرجوا من المستشفى حوالي 2614 جريح. أجريت هناك كثير من العمليات في المستشفى، والعمليات طبعا قد تكون للمريض الواحد أو الجريح الواحد أكثر من عملية بحسب الإصابات المتعددة في المخ والأعصاب العظام الجراحة العامة، وصلت حوالي 3612 عملية بأنواعها المتفرقة. في هذا القسم يرقد جرحى من الجيش الوطني ممن أصيبوا مؤخرا في عدد من جبهات القتال، ويخضعون للعناية الصحية لفترة ما بعد التدخل الجراحي. كان الإصابة لا بأس، وتم نقلنا إلى مستشفى شرور العام واتخذوا الإجراءات اللازمة وما قصروا معنا في العلاج، وثم ما زلنا الآن يعني في المستشفى نتلقى العلاج، وإن شاء الله نستكمل العلاج والعودة إلى ميادين العز والشرف. تعود الحياة هنا للجرحى وترتسم الفرحة مجددا على وجوههم، فهذا الجريح يتماثل للشفاء بعد أن كان قد أصيب بشلل عقب تعرضه لطلق النار في مقدمة رأسه. بعد الإصابة لأني دخلت الطلقة من رأسي وخرجي، كنت أعاني من شلل بالجهة اليسرى كامل اليد والرجل، والحمد لله الآن متحسن. خدمات كبيرة يقدمها المستشفى بأقسامه المختلفة، ولأنه الأقرب إلى الأراضي اليمنية فهو يمثل نقطة استقبال هامة لإنقاذ حياة الجرحى. أكثر من 4000 جريح استقبلهم مستشفى شرورة منذ بدء الانقلاب، وهو واحد من عشرات المشافي السعودية التي لملمت جراح اليمنيين. هاي البكالي، قناة سهيل، شرورة.